أهلا بكم من جديد. قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وزير خارجية أثيوبيا طلب من وزير الخارجية المصري خلال لقائهم على هامش اجتماعات قمة أفريقيا الصين بجوهانسبرغ اليوم تأجيل عقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا لينعقد في الخرطوم يوم 11 و12 ديسمبر بدلا من 6 و7 من ذات الشهر وفقا لما كان مقررا. أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير الإثيوبي أكد أن طلب التأجيل يرجع إلى تكليف مفاجئ صدر له من رئيس الوزراء الإثيوبي بالمشاركة في زيارة هامة معه إلى كينيا خلال الفترة المحددة لعقد الاجتماع السداسي.